أظهرت عملية بركان الغضب صورا من حفل تخرج البطل مفتاح الحطبة وهو أحد الجرحى الأبطال في ثورة فبراير. وجدير بالذكر أن البطل الحطبة تمكن من التغلب على إصابته وانضم لجامعة فلوريدا الوسطى تخصص العلوم الطبية الحيوية، وتخرج اليوم بحضور الجالية الليبية في الولايات المتحدة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مفتاح الحطبة أحد جرحى أبطال ثورة فبراير، أهلا بك. أهلا بك أستاذ، أهلا وسهلا. في البداية نهنئك على سلامتك أولا ولتخرجك اليوم من جامعة فلوريدا الوسطى بتخصص العلوم الطبية. سيد مفتاح، ماذا يعني لك هذا التخرج وتماثلك للشفاء عقب بطولات سطرتها رفقة زملائك الأبطال في محاور القتال ضد الظلم والطغيان عقب فترة الحروب التي مرت بها البلاد منذ عام 2011؟ الله يا أخوي، في البداية بارك الله فيكم على الاستضافة الطيبة هذه، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم، والحمد لله. والله شعور الحق إلا شعور لا يوصف. نعم. لي فترة أني أنا فيها التخرج هذا، فأني لما صابت في ليبيا كنت في سنة رابعة في كلية الطب، فكنت قريب على التخرج، فللأسف إني بعد الإصابة ما عادش قدرت أكمل في ليبيا، اضطريت إني نطلع للعلاج ومنها بعتالي دورت مكان نقرا فيه، فجيت امريكا بديت من الزيرو. الاربع سنوات اللي قريتهم في ليبيا ما راحوا، خلاص بعتالي اربع ولا خمس سنوات علاج حتى ما فيش دراسه. اليوم بديت من الزيرو والحمد لله، الحمد لله. اليوم كان التخرج هذا استنى فيه، التخرج هذا استنى فيه من 2010 المفروض اني متخرج، لكن نعم التخكيره في اخيرا نقول احنا. نعم الحمد لله، الحق الشعور كان لا يوصف والله. والجالية الليبية والله ما قصروا، بالذات عمي علي الضراط عمي طاهر المصراتي، هذا نجوم من ولايه الانتاج، هي تبعد علينا حوالي ثلاث ساعات طائره. نعم. والله يا جو عمي طاهر جاي امس مع المغرب، سافر اليوم بعد التخرج مباشره. الحمد لله كان الفرحه كثيره، والحمد لله الحمد لله على كل حال. نعم. ماذا تعلق عن وجود الجاليه الليبيه الذي كان سندا لك اليوم؟ والله الحمد لله، والله ما قصروا. هي الحكاية كانت أنت عارف 10 أواخر والناس في عبادات الليل، وصعب أن يتخرجي، كانت 8 الصبح، كان الصبح بدري يعني. فالحق ما قصروش، الحق الشباب اللي جوا والله ما قصروا، وقاموا الواجب وأكثر وزيادة، لا ما قصروش الحق الحمد لله. نعم. الله فيهم كلهم ونشكرهم كلهم، وحتى اللي ما جاش عادي يعني، عادر، لأن عارفين الوضع. نعم. ما جاش عنده عذر إن شاء الله. أخيرا، رسالة تود أن توجهها إلى كافة أبطال ثورة فبراير دون تخصيص في نهاية هذا اللقاء؟ والله إن شاء الله ربي يحفظ كل من دافع لبلادنا، وإن شاء الله ربي يجازي كل من قدم أي شيء، ونحب نوجه كلمة للفئة اللي منها بالذات فئة ذوي الإعاقة المستديمة، فنقولهم سهلة الأمور، سهلة بإذن الله. غير أنت أنوي، والناس اللي تبي تقرا ولا تبي تخير أي هدف، أنت أنوي بس وبإذن الله تمشي الأمور. والله ما تقولش في عراقيل، في عراقيل صح، لكن والله مع النية توكل على الله تلقى روحك أمورك تمام 100%. نعم. تلقى روحك حققت اللي تبيه كله، والحمد لله سبحان الله من ربي. أنا والله ما كنت متوقع إني نتخرج، لكن الحمد لله كله مشي تمام، خير من ربي ودعاء الوالدين، الحمد لله. حتى معادلي كان كويس، والحمد لله الحمد لله. البطل مفتاح الحطبة أحد الجرحى الأبطال في ثورة فبراير، كنت معنا عبر الهاتف، ونجدد لك التهاني بسلامتك وتخرجك في آن واحد.